أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أيضا حديثنا يطول وأيضا نتحدث بشكل أكبر وموسع قد نكون عن بعض من المؤسسات الموجودة اليوم من خلال الضيوف الكرام، وأيضا عن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، وأيضا نتحدث وتحدثنا عن الجانب أيضا العسكري بما يخص الجيش العربي وتأسيس الدولة الأردنية. كثير أكيد سننتقل معكم مع زميلنا محمد عبيدات لنتعرف أكثر على وقفاته، أكيد رح يكون عندنا العديد من الضيوف رح نتحدث في العديد من المواضيع التي تخص الأردن والأردنيين. صباح الخير محمد من جديد. صباح الخير كاثي، بنصبح عليكم مرة ثانية من فناء مدرسة حسن كامل الصباح التي كانت تسمى المدرسة التجهيزية. احنا بنقول كل عام وقواتنا المسلحة حامي الحمى بألف خير. اليوم احنا بنعرف انه التعليم هو أساس كل الأشياء، يعني اللي بيخدم بالقوات المسلحة تعلم في المدرسة، اللي بيخدم طبيب تعلم في المدرسة، فالمدرسة هي أساس، ولذلك كان الاهتمام كبير جدا منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية بمجال التعليم، وكما ذكرنا أن التعليم بدأ بمدرستين، ربما الآن أكثر من 7500 مدرسة. نتحدث مع الأستاذ زهير المناصرة، الدكتور زهير مناصرة، وهو من خريجي هذه المدرسة عام 75، ليحدثنا عن تاريخ هذه المدرسة وكيف كان التعليم وكيف نهض حتى وصلنا إلى ما وصلنا عليه. صباح الخير دكتور زهير. أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا والتلفزيون الأردني، ونسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا إن شاء الله تعالى بقيادة الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين. أنا الدكتور زهير مناصرة، خريج مدرسة حسن كامل الصباح سنة 75. أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم الأمان والأمن على هذا البلد. هذه المدرسة حقيقة مدرسة تاريخية تشهد على عراقة التاريخ الأردني وعلى عراقة هذه الإنجازات وعلى عراقة هذا التعليم في الأردن. حقيقة التعليم في الأردن قد خطى خطوات سريعة جدا في ظل هذه الأسرة الهاشمية حفظها الله ورعاها، بدءا من تأسيس الإمارة وإلى يومنا هذا. فقد كانت المدارس يعني في القرى، مثلا أنا ابن قرية، المدارس قليلة جدا، وعندما كنت في مدرسة بيت ياف الأساسية لم نجد مدرسة ثانوية. الآن انتقلنا، جئنا إلى مدرسة حسن كامل الصباح حتى نكمل المسيرة التعليمية. وهذه المدرسة حقيقة قد عشت فيها سنتين بما فيها من روعة وجمال وتاريخ وحضارة واجتهاد وعلم، وقد أسست هذه المدرسة في تاريخ قديم، لكنها خرجت أجيال كبيرة جدا، استفاد منها القوات المسلحة والجامعات، وأنا الآن أدرس في جامعة مؤتة منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا. وهذه الآن الأنارة التعليمية وهذا التعليم العام في الأردن قد خطى خطوات كبيرة جدا في هذه المئوية العظيمة التي نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظها دائما وأن يمدنا إلى المئوية الثانية بخير وبركة إن شاء الله تعالى. فإذا ما تطلعنا إلى مسيرة التعليم في الأردن نجد أن الجامعات منتشرة الآن منذ أقصى الجنوب إلى الشرق والغرب، والمدارس حقيقة لا تعد ولا تحصى، حتى على مستوى القرى قد تجد في القرية الواحدة ما لا يقل عن 5 مدارس أساسية وثانوية وروضات وحضانة وإلى آخره. وهذا التعليم حقيقة هو بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الأسرة الهاشمية رعاها الله وحفظها وأدام عزها. والآن حقيقة هذه المدارس لها فضل كبير جدا في تخريج أفواج من العلماء والقادة العسكريين وأساتذة الجامعات والأطباء والحكماء والمهندسين وفروع أخرى كثيرة جدا. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يديم هذه الأسرة الحاكمة وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين. يعني دكتور، كان اسمها هذه المدرسة التجهيزية، والآن يعني لماذا سميت بالمدرسة التجهيزية وأين كان يذهب الطلاب؟ الآن إحنا عندنا جامعات أصبحت بالعشرات، وبالتالي يعني أصبح الطالب يتمتع بتعليم راقي وتعليم. تحكي لي ليش سمت التجهيزية؟ كانت هذه المدرسة حقيقة تعد القاعدة الأولى لاستقبال الطلبة من خارج المدينة، يعني بمعنى من القرى. القرى لم يكن فيها مدارس ثانوية، إنما كان فيها مدارس أساسية، فالطالب الذي يكمل المرحلة الأساسية لابد أن يأتي إلى مدرسة ثانوية حتى يكمل الإنجاز العلمي في المرحلة الثانوية، الأول ثانوي والثاني طبعا كان زمان اسمه توجيهي، حتى يأتي إلى هذه المدرسة ويكمل مسيرته التعليمية بالجامعات. ولم تكن في ذاك الوقت طبعا إلا الجامعة الأردنية الوحيدة، الآن الجامعات حقيقة ملأت ساحات الأردن وأصبحت منارة علم وهدى، وخريجين الحمد لله رب العالمين الآن نفاخر بخريجي الجامعات الأردنية في دول الخليج وغيرها من الدول الأخرى بتعليم جيد وممتاز.
يعطيك العافية دكتور وبارك الله فيك. تفضل. رسالة حب وولاء وانتماء لجلالة الملك عبد الله الثاني ولي عهد الأمين، فنقول بكم نكون وبكم نبقى وبكم نستمر. أسأل الله رب العرش العظيم أن ندخل المئوية الثانية بكل عزم واقتدار وأن يديم هذه النعمة على بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور. يعني كاثي ومامون زي ما انتم شايفين هذه الشجرة، زميل إدريس يعني لو فرجينا هذه الشجرة الشاهدة على عندما غرست لي يعني تصعد ولتكون مؤشر على نمو الحضارة الأردنية الحديثة، ونسميها حضارة لأننا بنينا حضارة كبيرة، بنينا مدارس، بنينا جامعات، بنينا مستشفيات، بنينا بنية تحتية نفاخر بها. يعني هذه الشجرة رسمت عليها شعار المئوية لتخلد للدخول للمئوية الثانية، ونقول كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.